النهاردة يا جماعة هكون مروض خيول، فتأكدوا بقى تعملوا بقى لايك وخنبتدي لعبة جديدة وحنسمي اسم الشخصية بتاعتنا تمام. وما عندناش غير شخصية واحدة يا جماعة، احنا بنلعب باللعبة التجريبية، فاحنا هنعرف يا جماعة اللعبة تستاهل ولا لا. مبدئيا اللعبة شكلها رهيب، المؤثرات بتاعتها والجرافيك حاجة 10 على 10. خلينا اول حاجة ننطلق للمنطقة اللي هناك، تقريبا في حد لازم نروح نكلمه قبل ما نخش ونشوف الحصينة. يخلص يشوف الفرخ، تعال يا فروخة تعال. فاش نمسكها يا جماعة، خلينا نروح بسرعة 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 بسرعة. اهلا وسهلا، ازيك؟ خلينا نتكلم معاه. المهم يا جماعة خلصت الرخي، في حصان هناخده دلوقتي، فانا دلوقتي جاهزة عشان اروح للحصان. فخلينا يا جماعة نروح للاستابل بتاعه هنا بسرعة 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 بسرعة، متحمسة بقى جدا انا اشوف الحصان. ايوه استخبي انت جوه، تعالى تعالى جايالك. ايه ده؟ اوكي اوكي، عندنا اول حاجة يا جماعة هنستخدم تقريبا سكر عشان ناكله للكابتن يموت في الكرش. خلينا نبدأ بقى ننطلق من هنا. حصان خليك بقى حلو، ها نغذيك وناكلك، تسمع بقى الكلام. ايوه ناكله، ايوه اكله، حبينا يا جدعان كده خلاص. تعالى، ايوه لازم برضو ندلعه شويه، خلينا ندلعه كمان. اوكي اوكي حبينا يا جماعه. دلوقتي يا جدعان مكتوب عندي في حاجات لازم اعملها، فانا دلوقتي عايز اروح اشتري الحاجه بتاعه الحصان عشان اقدر فانا عايز اطلع يا جماعه اشتري الحاجه بتاعه الحصان. فخلينا نشوف طيب المكان اللي هناك ده. اوه ده شكله بتاع سباق، بس احنا لازم نجيب اول حاجه بتاعه الحصان عشان نقدر نركبه يا جماعه. بقول لك ايه، ما تعرفيش الحاجه ممكن نلاقيها فين؟ شكلها مش عارفه ومحتاسه. اوكي انا عرفت يا جماعه، هنفتح التليفون ونبدا نشتري الحاجه. فخلينا نشوف، عندنا دلوقتي السوبر ماركت، ايوه بتاع الحصينه. ايه ده، نبعت له رساله؟ استنى بس يا كابتن، احنا ممكن نعمل اتصال يعني. اوكي خلينا نعمل اتصال السوبر ماركت. طب بنشوف الجاك، ثانك يو ما اعرفش ايه. تمام خلصنا الكابتن، وخلينا نشوف طيب اللي بعده. خلينا نروح هنا قسم الحصينه. تمام هنا يا جدعان نقدر نشوف الحصان تفاصيله. اوكي وعندنا هنا كمان لسه في حاجات تانية هتتفتح. خلينا طيب نخش الشوب، عندنا فيه جزر وعندنا فيه السكر، قطع سكر، وعندنا فيه تاني، عندنا كمان تفاح. فده بالنسبه للاكل. طب بالنسبه للايتمات، دي اهم حاجه عندي يا جماعه، احنا عايزين نجيب دي اول حاجه ب 300، بس انا معايا زيرو، لا معايا 800. فخلينا نشتري الجزء ده. ايوه اوكي حطيناه في العربيه، يا رب ما يطلب مني بقى الحاجات التانيه عشان بصراحه مش معايا. فخلينا نخش هنا ونعمل الاوردر. حلو يب عملنا الاوردر كله تمام كده يا جماعه، نقدر نقول احنا جاهزين، احنا كده عملنا الحاجه بتاعتنا. اوه وصلت بالسرعه دي، طب ممتاز. دلوقتي احنا عايزين نروح نجيب الحاجه من التشيست. افتحي اوكي، ناخد دي نحطها في الحاجه بتاعتنا، ممتاز. نقفل بقى التشيست، حلو كده خلصنا يا جماعه، خدنا الحاجه من التشيست. خلينا نرجع بقى مره ثانيه للحصان ونبدا نركب عليه الحاجه بتاعته دي، ونبدا بقى نسوقه بقى وننطلق. ايوه جبت لك الحاجه يا حصان صن، تعالى حبيبي انا لسه ماكلك سكر ومغذياك. ايه مالك فيه؟ هو شكله متضايق ولا عادي؟ احنا المفروض روضناه يا جماعه، المفروض ما عملناش مشكله. هنحط بقى الحاجه، ايوه يلا حلو اهو. بص الحصان هادي ريلاكس، تمام حطينا الحاجه. خلينا دلوقتي نبدا نتحرك بالحصان. ايوه اركبي، ممتاز خلصنا الكويستا. لا 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 ليه بس كده؟ يا جماعه شكله متضايق. فخلينا طيب نقعد نهدي شويه شويه. مالك في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ طب انت عايز شويه سكر؟ شكله عايز يتلاغى بشويه سكر يا جماعه. خلينا بس نهدي شويه. ايوه خليك كده حلو، يلا بقى خليك بقى حصان ابو لازاليس بقى، خليك حلو، خلي عندك دم يا جدع، امشي كويس. طبعا دلوقتي انا عندي اختيارين، الحصان يا جماعه يا اما مش متروض يا اما مش واثق فينا، فاحنا لازم بقى نظبط النقطه دي. فخلينا بس اروح بسرعه، هنشوف طيب هنتعامل معاه ازاي، لان الموضوع مش بالسهوله دي. فهروح نتكلم معاه نشوف هتقول لنا ايه، رغم انا كلمتها في حوار الشوب ما فادتنيش بصراحه كتير. بقول لك ايه، هتساعديني بقى المره دي ولا ايه النظام؟ خلينا نشوف كده هتقول لي ايه. طبعا يا جدعان عطتنا 200 كاش، طب ممتاز شكرا ليك. طبعا مبسوطه مننا عشان احنا عملنا الانجازات بتاعتنا في ترويض الحصان واشترينا الحاجه. ايزي، ما ينفعش نختصر هنا من الشبابيك والله. تنجزي ما ينفعش نظام. شوف الشباك، خلينا نكمل. طيب نرجع تاني لعم الحصان. دلوقتي احنا محتاجين نعمل ليفل ونحاول نيجي على الحصان تاني يا جماعه، نحاول نركبه. فنحاول نهديه، اديله قطعه سكر، مش هصرف كتير بصراحه، الكاش مش قصدي اضيعه في حاجات كتير، معيش بس غير 700. انا كده هديته، يلا اركبي يلا، ها امشي بقى. يبقى الحل يا جماعه لازم نشوف الحصان نقدر نظبطه بقى ازاي، لان المود بتاعه مش مظبوط،
طبعا هو بطيء مبسوط يعني، بس في حاجات عنده ممكن نبدأ نشتغل عليها. هو بصراحة مش أحسن حاجة الحصان ده بيستقبل ولا إيش؟ خلينا أجيب له بس شوية سكر. أوكي نجرب نخش على الأكل. أيوة أوه نجيب له تفاح. ماين كرافت بقى دي على طول بقى، هي حل التفاح وشوية جزر بس كده. الكرش يا معلم هيفرح ويزقطط. بلاش السكر خليها بعدين، نعمل اوردر. يس اوكي عملنا الاوردر. اظن يا جماعه الجزر والتفاح هيظبط لنا الحصان كده. احنا جبنا بقى الحاجات اللي انت بتحبها، فخلينا نشوف طيب الحاجه بتاعتنا وصلت بالسلامه في التشيست. اوكي التشيست وصل، ناخد بقى الحاجه بسرعه. ايوه افتح. تمام ناخد الجزر واخدنا كمان التفاح، فخلينا ناخد هنا ده. اوكي خلينا بقى ننطلق للحصان. هاكلك الجزر اللي انت بتحبه والتفاح، بطل بقى استقبال. تقريبا يا جماعه بعد كده هيتلفل اظن. اوكي يلا خد بقى من الحصان، بطل استقبال بقى. خد دول اول حاجه الجزرايه، كل 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 يلا يلا مش خساره فيك. ايوه اتغذى كده بقى مية مية. دلوقتي نقدر نركبه مفيش مشكله ونروح للهدف بتاعنا اخيرا. مش هيعمل حاجه، سلام. خلينا بس نطلع كده بالراحة يا جماعة عشان بس الحصان ما يتوترش ويوترنا معاه. أيوة ويا جماعة المؤثر فيه رهيب. اجري. اه لسه دلوقتي ما نقدرش نجري بالطريقة دي، لازم ناخده بس واحدة واحدة، ما ينفعش اجري بيه. أيوة ناخد الحتة الصغيرة دي بس أول نتعود على بعضينا. اوكي نخليه بس ايه يبدأ يتحرك لمين وشمال. تمام خلينا نبدأ ننطلق شوية هنا شوية. اجري لسه لسه لسه. ممكن تنط جامب؟ لا والله خلينا بس نتحرك بيه الأول. هو بدأ يحبني يا جماعة، كل ما يحصل فيه ثقة نقدر نلفله وبالتالي نقدر بعد كده نخش على المراحل اللي بعدها. ماشي سهلة. طبعا مش هقدر أجري بيه دلوقتي، فلازم بس نخليه الأول يتعود علينا أكتر. كويس. والحصان بصراحة لغاية دلوقتي يعتبر ممتاز يا جماعة اللي إحنا شايفينه، فممكن واحدة واحدة. أوكي 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 ممكن نخليه يهدي. أيوة وممكن نخليه يسرع. يلا واحدة 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 واحدة. يلا حصانصن يلا يا حصانصن يلا اجري اجري شد حيلك بقى، ده انت تقيل يا جدع. خلينا نوصل بس للهدف بتاعنا اللي هناك. طبعا يا جماعه للاسف مش هقدر انط بيه جامب غير لما اوصل للهدف بتاعنا الاول. يلا ايوه ايوه بقى بدا يظبط. هي اخيرا ده انت عذبتني يا جدع. يلا 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 يلا. بس المشكله بس في النقطه اللي هو يجري بسرعه دي لسه شويه، تقريبا لما يوصل ليفل 3. يلا هانت هانت نوصل للهدف بتاعنا. مبروك يا جماعه اخيرا خلصنا الكويست. الحصان ما شاء الله ماشي اوتوماتيك وحبنا اكتر. لسه برضو الموضوع اللي هو الجري ده مش حبه، فخلينا يا جماعه نرجعه مره تانيه للمكان بتاعه وبعد كده نروح نتكلم مع البنت، تقريبا هتدينا كاشات محترمه. بس انا مبسوط في الانجاز اللي عملناه وروضنا الحصان، فهو دلوقتي يستحسن بقى يرجع بيته. ايوه خليك بقى قاعد بقى دلوقتي، وبعد كده هنشوف هنتصرف ازاي. تمام اوكي خليك هنا اظبط بقى نفسك كده. ايوه اديها لفه بس 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 خلاص خلاص اهدى حبيبي. خلاص يا حبيبي راح في يا حبيبي. اوكي 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 لازم نهديها. هدي 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 اوكي لازم نهديها على قد ما نقدر. اوكي نزود واحده واحده بالراحه مش كتير، لان المشكله يا جماعه هو مفكر نفسه احنا لسه مكملين وانا بس عايز اطلع. اوكي بس بس انزلي بقى. اوكي اوكي وهدي هدي هدي عايز اوقفه بقى خالص. حلو اخيرا نقدر ننزل. شطور يا عم الحصان، صار كان متوتر شويه يا جماعه. ايه ده بقى يا عم ده انت وترتني معاك. ناخد بقى دي عشان ما نضايقهوش. ممتاز ونديله كده ايه دلع شويه. كل يلا مش خساره فيك جزرايه. المره الجايه بقى نديله شويه تفاح، الحصان متحمس جدا. خلينا بقى نرجع تاني للبنت، المفروض تدينا شويه كاش، ففي حاجات المفروض نرجعها تاني. اوكي اوكي خلينا بس نخلص الكويستة دي الاول. اهلا ايه الاخبار كله تمام؟ بصي الحصان بقى مبسوط ومزقطط. ايه دي كويستة؟ يا مفترية. اوكي ان شاء الله نعمل الكويستة اللي طالباها مننا، فالهدف هناك. اوكي 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 طلب مني يا جماعة بقى في الكويستة اللي انا هجيب في حاجة اسمها باد معرفش بتاعت الهورس بتاعت الحصان، وهنجيب الحصان في المنطقة اللي هناك. فخلينا نشوف دلوقتي في الشوب بتاع الحصنة. اوكي نخش هنا كده سريعا ونشوف الايتمات اللي هو طالبها مننا. بص يا جماعه انا فكرتها بصراحه بتشتري في الشوب، طلع هو تقريبا زي سباق، هنخش سباق وبيقول لي ما تقلقش وما تخافش ومش عارف ايه. يا عم اقعد بقى انت كمان ناكله بس. هلغيك بتفاحيها. ها عايزين نكسب بقى، خليك حلو كده عمال اغذي فيك بقى، ده انت بص ربرمت النهارده. خلينا بقى نجيب الحاجه بتاعته. اوكي يلا حطيها بقى بسرعه كده يا جماعه كله جاهز. خلينا بس نلبس. ايوه محتاجين احنا نلبس الخوذه دي.
بتلبسيها. ما مش عارف انت مكسوفه ولا ايه. خلاص طيب نروح نركب الحصان. تعال انت كمان. ايوه خلينا بس ايه نطبطب عليه شويه كده يا جماعه ندلعه. ايوه عشان بقى عايزك بقى تتظبط كده تكون مصحصح معايا. نركب الحصان يلا عايزين بقى ننطلق. ممتاز. نبدا بقى نتحكم فيه واحده واحده عشان بس ما توترش معانا. عايزين نروح يا جماعه للهدف ده وبعد كده نبدا ننطلق بقى للجزء اللي هناك. مش مهم نجيب اعلى سكور، المهم بس نوصل للنقطه دي بعد كده نشوف هنعمل ايه. انا يا جدعان لازم نعمل جامب ومسافه واحد مش عارف ايه وما ادرك ايه. اوكي ربنا يستر. كمل كمل. يلا يلا اعمل حصان. حلو اول جامب ممتاز. يلا اللي بعده. يا سلام عليك استاذ ورئيس قسم. دي صعبه شويه بس مش علينا. اوكي وصلنا للهدف. اوه يا جماعه جبنا سكور ممتاز والله ده انجاز. خلينا نشوف في حاجه ثانيه ناقصانا. لا اوكي ابدا بقى انطلق. اوه ده في سباقات ثانيه ممكن نخشها. وخلينا يا جماعه نروح بس لدي الاول. اوكي نط هنا جامب. روح يا عم الحصان. طبعا ممكن نختار منهم. خلينا يا جماعه نختار اللي فيها جامبات كتير دي. والله انا اتحمست بصراحه. انا عايز اجيب سكور كتير. يلا يا عم الحصان ركز كده وصحصح معايا. اوكي واحده واحده هنا. ممتاز. يلا اللي بعده. احنا مرناه كده ممتاز كده مرناه يا جماعه. تمرينات حلوه. اوه خبط دي من غير ما يقصد. ماشي ركز كمل. جامب يا حبيب قلبي انت نمت ولا ايه؟ تقريبا الحصان مش مركز بقى ما عايز ياكل يا جماعه. اوكي 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 دي اخر واحده اصعب واحده. يلا وحش. اوكي اخدنا يا جماعه يعني نجوم مش وحشه ومش حلوه في نفس الوقت. فاحنا نقدر نروح للجزء اللي هناك. بس خلينا اول حاجه نفتح التليفون ونشوف المحادثه اللي عندنا كده يا جماعه. نقدر نقول مبروك خلصنا. عايزين بقى دلوقتي نروح للبوينتات اللي متحدده لنا. فخلينا ننطلق بالحصان. المسافه تقريبا 100 وشويه. يلا 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 يلا. اوكي تقدر تجري دلوقتي اسرع لسه. والله يا جماعه المهاره دي عنده لسه ما اتفعلتش. هو ده اخره بس في السرعه بتاعته. ماشي على قده. وانا كنت عايز البس بس والله الخوذه تبقى افضل كتير لان احتياطي ممكن نوع من الحصان من اي لحظه. واخيرا وصلنا للهدف بتاعنا. هدي ايوه كمل 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 واحده واحده. اوكي نبدا نزود واحده واحده زي ما انتم شايفين يا جدعان على يدكم الشمال تحت هتلاقي بدات تزيد. هو بدا يحبنا اكتر فكل ما يحبنا اكتر هيلفل وبالتالي اقدر بقى ادوس بقى على السبيد براحتي. هنا بص بقى النقطه دي محتاجين جامب. يلا اوكي الله عليك يا عبد الحصان بقيت عالمي. كويس يا جماعه احنا دخلناه في مرحله التمرين الاول عشان ما عرفناش. يلا شويه شويه تمام لسه عشان طبعا في بدايه الليفل. طب استنى انا ممكن انزل والله من عليه اقعد اغذيه شويه وادلعه. بس خلينا بس نتمشى بيه شويه قبل ما نلفله. حلو نوصل بقى لهنا كده خلصنا بقى دلع. نقف كده شويه ناخد بقى صوره للحصان. تعالى بقى كده في المكان الجميل ده بس. وقف 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 وقف. اوكي خلينا ننزل وناخد له احلى صوره في العالم. استنى بقى استنى عشان اغذيك يا ولد تخليك بقى مؤدب كده عشان ايه نظبطك. خلينا نديله صوره. اوكي هو التحكم غريب كده ليه يا جماعه. خلينا بس نحاول نظبطها اظن كده كويسه. نخفي بقى دي كده وناخد صوره. اوكي يلا واحد اتنين. السلام على الجمال. كويس سيف ممتاز اخدنا صوره كله تحت السيطره وخلصنا كده ايه الكويستا. تعالى بس يا حصنصن يا حصنصن رايح فين بس يا عم ده انا اللي باكلك. تعالى يا ولا اركبيه. ايوه انطلق بقى. وهو يا جماعه بدا في تحسن. ايوه كده بعد ما استنى 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 بشويه عشان اتحمست بزياده كده ليه. والله بقى سريع فرق كبير يا جماعه. شفتوا كان اول ماشي ازاي دلوقتي عمل ازاي اختلف بعد ما حبينا. سلام. يلا عم الحصان افتح بقى على الرابع. كمل 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 كمل. ناخد ده دي سريعا ناخد دي كمان. اوكي خلصنا مرحله الترويض والحصان بقى 100 100 يا جماعه. يخش اي سباق. حلو ناخد دي وصلنا المكان ايزي. اوه شوف الجنب بتاعه والله رهيب. كمل 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 كمل. خد دي كمان وخلينا بقى نشوف الحواجز دي هتعديها بكل سهوله صح؟ مفيش اي مشكله. بص بص بعد عنها خبيث. بس 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 هدي 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 هدي. اوكي نقدر نخش هنا ولا لسه هروح نتكلم مع لا تقريبا يا جماعه نروح للجزء اللي هناك. فشد حيلك يا عم الحصان. ايوه انت حبيتنا بقى خلي عندك دم اجري بسرعه. ايوه انطلق انطلق يا معلم. ايوه 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 بسرعه 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 بسرعه. ده فتح الرابع يا جماعه ما بيهزرش. يلا يا وحش خش بقى على المنطقه دي. اوكي جامب ما تنط يا حبيبي. هو في مخيم تقريبا ده مكان تقدر تخش تنام فيه. فخلينا نروح نهدي الحصان واحده واحده. وصلنا للمخيم. خلينا نزود بس حبه صغيرين شويه شويه.
بس وقفنا وقفنا كويس. ويلكم جينا يا جماعة، الحمد لله على السلامة. نقدر بقى نتكلم؟ انت قاعد هنا؟ والله فكرت يا جماعة ده البيت بتاع انت مين يا عم؟ انت عايش؟ انا عايش ومش عايش. بطل استقبال انت كمان. خلصنا معاه كلام يا جماعة ونقدر نعمل تطوير للاستابل بتاعنا، فخلينا نخش على القسم اللي هنا وخلينا نشوف تقريبا يقصد الجزئية دي نقدر نعدلها. والله مش عارف بالظبط هيقصد انا واحدة. اوه شوف التطوير هنا عندنا ليفل واحد، فاحنا ممكن نعليه شوية. شوف المنظر نقدر نعدل عليه بالكامل يا جماعة الشكل اللي احنا عايزينه، وهيكلفنا تقريبا 100 كاش. ماشي خلينا نشوف نقدر نعمل التطوير اللي بشكله شيك. صراحة انا ماليش قوي فيها بس بنحاول نظبط نشتغل على قد ما نقدر. اوكي شوف المنظر عامل ازاي. تقريبا دي عشان نغير الديكور من جوه. الله شغال تمام. عملنا كده تطوير ممكن ناخده بعد كده للليفل اللي بعده، فانا شايف اللي هو كويس. وكده يا جماعه ختمنا الجزء التجريبي بتاع اللعبه دي. يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده، واللعبه طبعا هتنزل بعد كده بشكل كامل لو حابين يا جماعه تجيبوها. بصراحه انا عجبتني وتفاصيلها كتير، اللي بيحب جدا الحصينه او اللي ما بيحبهاش بنقدر نعرف تفاصيل اكتر واكتر. شكرا جديد مع سيوف جيمنج. يلا سلام.